معنا في الاستديوهات المحلل السياسي مرتجى الكعبي. أهلا بك أستاذ مرتجى، أهلا بك في استديوهات وطن، وبداية معك عبر الانتخابات. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة دبليو تي في وطن. أهلا أهلا بك. هل نجحت الحكومة في إبعاد المفوضية عن الضغوط السياسية وضمان أكبر قدر من استقلالياتها؟ هل المفوضية اليوم مسيطرة تماما على الانتخابات، تختلف عما كانت أو تؤول إليه الانتخابات السابقة؟ لكم الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء، الانتخابات في كل دول العالم، خلينا نكون واضحين، فيها تلاعب لكن يختلف من درجة إلى درجة. ما زال هنالك محاصصة بالعراق، لن تبتعد هذه عن المحاصصة. من الذي وضع المفوضية؟ البرلمان هو من وضع المفوضية والدولة، وبنيت هذه المفوضية على محاصصات. الآن عندما يأتون بشخص معين من مكان معين موالي لحزب معين، سوف يكون ولاؤه للحزب المعين. لو كانوا مستقلين فعلا لكان هنالك ترشيح، ويفتح صندوق للترشيح وتوضع لجنة مستقلة غير تابعة لأحد، وتأخذ حسب الكفاءات. مثلا مطلوب خريجي قانون، خريجي سياسة، خريج إدارة، خريج إعلام، توضع هذه الضوابط ويتم الترشيح عليها. لا أن تأتي عن طريق البرلمان والمحاصصة، والكل يعلم، الطفل قبل الكبير والجاهل قبل العالم يعلم أن هؤلاء يتم كيفية ترشيح هؤلاء للمناصب كما هو جاري الآن في الوزارات. ولهذا نرى أن العراق دائما في ذيل القوائم في الفساد وغيرها من المواقع. إذن ربما لا توجد استقلالية بالمفوضية، والدليل أنه كيف اليوم تضغط الأمم المتحدة ودول الجوار والحكومة اليوم في تغيير شأن الانتخابات، وهي تعتبر يعني اعتبرها صارخة جديدة أو صيحة جديدة للتغيير. اليوم الانتخابات يعني تختلف عما كانت عليه سابقا، وخاصة بعد الضغوطات وبعد البطاقة البيومترية، كيف تقرؤون ذلك التجلي؟ نعم، اختلاف كبير. لا 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 نقول كبير، لأن هناك حتى لو نسبي. نعم نسبي، نعم أؤيدك بأنه هناك تغيير نسبي، لأنه مثلا أنه عندما كان جنابك الكريم تأخذين مثلا 70,000 صوت أو 100,000 صوت أو 700,000 صوت أو فد عدد كبير، أنت رئيسة كتلة تأتين بأبو 200 صوت ترشحي. الآن ما تستطيعين هذا الشيء فعله. يعني مثلا الكتلة الفلانية من المكان الفلاني، أي كتلة، كتلة سين، كتلة صاد، عندما يأتي رئيس الكتلة ويأخذ أصوات عالية، من حقه أن يرشح أي واحد يعجبه من هذه الأصوات. ربما ما أخذ 100 أو 200 صوت أو 50 صوت، واللي ماخذ 5,000 وما يعجبه ما يخلي. الآن هذه انتهت. كيف ترون الانتخابات المناطقية حاليا؟ اي انت، لكن هذه المناطقية خلقت لنا مشكلة أخرى، وهي انه انا مرشح عن مثلا عن زيونة او بغداد الجديدة او الكرخ المنصور، راح يكون همي مو العراق، راح يكون همي ان ارضي ناخبين اللي موجودين. لانه من اللي راح ينتخبني بالدورة الجاية؟ هم اللي راح ينتخبوني، فهنا رضاهم هو الهدف راح يكون. عفوا أستاذ مرتجى، لما لا تنظر للموضوع أنه أنا أعرف هذه الشخصية، ممكن قدمت للمنطقة، نستطيع أن نقول ممكن قدمت لهذه المساحة لأبناء، نستطيع الناس مثل ما نقول أهلها، أختي الفاضلة، ممكن يعرفوها على الأقل ما يكون مجهول. أختي الفاضلة، هي هاي الكارثة، بصدى ونجومية وصور تلفزيونية، هي هاي الطامة الكبرى. الآن عضو البرلمان شنو واجبه؟ ترى عضو البرلمان مو واجبه يجيب محولة كهرباء، ولا واجبه يبلط شارع، ولا واجبه يسوي ملعب، ولا واجبه يروح يصلي ويا الناس. مو هذا اجراء متخذ بكل الدول، انت تعرف هذا الشيء اكيد. انا اعرف. لا مو هذا قصدي، دعاية انتخابية. اي نعم، مو قصدي هذا. قصدي عضو البرلمان الان اذا اريد احاسبه، انا احاسبه على التشريع. ماذا شرعوا؟
شرعوا القوانين اللي تفيدهم. تصب بصالحهم. تصب بصالحهم، ما شرعوا قانون. هنا أنا من نجي نحاسب، من حاسب ونقول هذا الشخص الفلاني، تشوفين هسا أنت حكيتيها تقولين سوالهم، شو اللي عمل ماذا فعل لهم من أشياء جيدة. طيب لا ضير، ممكن يكون شخصية مسالمة محبوبة بين جمهورها وناسها، تقدم لها كيانها معروفة على الأقل، تكون معروفة. موجود هذا الشيء. لها صدى ولها لا وجود. لا أنكر هذا الشيء، لا أنكر، وأنا ما أريد إنه هذا إحنا باب الدعاية الانتخابية، ما أريد أذكر أسماء. أكو مرشحين من محافظات إجوا رشحوا الآن ببغداد، وهم ما لهم مو ناسهم ببغداد، ناسهم بالمحافظات الجنوبية ولا الوسطى ولا غيره، لكن فازوا. ليش؟ لأن أكو عمل يدل عليهم. لكن هؤلاء كم من نسبة 325 أو ما أعرف 329 عضو برلمان، هؤلاء لا يشكلون أكون يعني 10%، لا هواي أظلم النسبة موجودة هذه النسبة. ثم إحنا المشكلة بناسنا الآن، إحنا الهدف الأول الآن من الانتخابات قبل أي شيء أن نعيد جسور الثقة بين المواطن والدولة والانتخابات. طيب ممكن نربطها باعتقال القوات الأمنية عدد من الضباط بعد مشاركتهم في نشاطات انتخابية لمرشحين، هل تجد أن هناك رسائل للحكومة أن الانتخابات آمنة وأن الانتخابات حيادية، وبدليل أنه إحنا قمنا بعمليات اعتقال؟ أنت دا تقول لها يعني أنا راح أعطيك، وهذا اللي نتكلم عنه. نعم، هذا ذر الرماد بالعيون، اجراء صحيح. اعتقال انت ضابط، شنو جابك على الانتخابات؟ شنو علاقتك انت؟ انت واجبك توفر حمايه، ما واجبك تجي تقول يقول لك جنابك او يقول للقناه هذا توجهكم وتمشون تسيرون بهذا التوجه، هذا مو واجبك. لكن اعيد هنا اكو نقطه مهمه والكل شافتها، الكتل الكبيره والاحزاب الكبيره استغلت مكانات للدوله. كيف؟ ها؟ وقامت كيف؟ فيها دعايات انتخابية. لا أستطيع، لا أنا ولا أنت من المرشحين المستقلين أن أفعل ذلك. كيف ترى اليوم فتور المفوضية وعدم حراكها بهذا الاتجاه باتخاذ إجراءات حاسمة؟ يعني 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 عندما تستغل آثار بابل لإقامة مهرجان لجهة معينة، وعندما يستغل ملعب أو مكان عام، أنا لا بأس أنه هذا المكان مثلا أن تكون المقر هذا قناة تي في وطن تستقبل الجميع بنفس الرحابة ونفس القبول ونفس التسهيلات، لكن أن تعطى إلى مرتجة وكتلته هذا المكان، وعندما تأتي الآن ساوي الست هنا وهي هم مرشحة مثلي ما يخلوها توصل الباب، تروح برجلين. إذن هنا وين بعدين استغلال سيارات الدولة، استغلال المناصب؟ يعني الآن كل سهولة الحين المرشحين خاصة هسه فاتحين بيبانهم وتليفوناتهم، وهم يجوك ويحضرون مجالس العزاء وصاروا لاعبين كرة قدم ونفسهم هم نفس اللاعب مالتهم، تبدل التليفونات. الآن من ترحين عندك موضوع فلاني بفلان وزارة، هذا يشيل تليفوني يحل الموضوع، لكن المقابل البسيط من المرشح المستقل المرشحين المستقلين ما يستطيع فعل هذا. المال السياسي الآن واحد يوزع ستوتات، واحد يوزع تكتك، واحد يودر الخارج، واحد يوزع بيوت، واحد ما ادري شو يوزع، ما حس له قال مني لك هذا مين. البذخ في الجلسات اللي هي الدعاية الانتخابية الآن واضح، مرشح مستقل ما عنده. بالمناسبة احنا تحدثنا عن جسور الثقة، جسور الثقة الناس الآن بأنها المواطن راح يكون سبب رئيسي لخرابه، لخراب البلد من حيث لا يدري. شنو؟ مقاطع الانتخابات. المقاطعة يا أخوان مو من صالح العراق، خلينا نكون واضحين. أكيد أستاذ مرتجى، ولضيق الوقت نعتذر منك. لا بس 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 هذه النقطة، لأنه هاي نقطة مهمة أرجو سماع. المقاطعة الآن مو بصالحنا، لكن يا أخوان، لأنه المقاطعة شنو تعني؟
المقاطعة الآن أنا راح أقول لك على هذا الوضع وعلى شفناه نسبة الحضور ما راح تتجاوز 20%. ليش؟ راح يحضرون منه هاي 20%. الكتل السياسية الأقوى أصحاب اللي راح تتنفذ اللي مستفادين واللي قاعد يأخذون من المتنفذة في الدولة واللي عندهم نافذ بالدولة وهم بالتالي وها وحتى راح يذرون الرماد بالعيون. هنالك قسم من المستقلين نسبة كبيرة هم تابعين للأحزاب باسم مستقل، لكن وهاي احنا ما نريد نكشفها ما لنا علاقة. أيضا راح يخلون كم واحد من هؤلاء اللي يرحوا لهم. إذن بالتالي من الخسران راح تجي نفس الوجوه لأن هي اللي نطقت وهي اللي وقاعد يشترون مثل هذا أبو محولة أبو الحلة اللي شكرا لك أستاذ مرتجى، نتمنى صناعة الأفضل لبلدنا. طبعا شكرا نتمنى لك. هذا الشيء شكرا لك شكرا تواجدك معنا شكرا لكم شكرا لك. كان معنا مرتجى الكعبي وعودة إلى الأخبار.